جاتني سادس. سادس ها؟ لا انا جاني كوب في تبوك في استاد الملك تبوك حلفوا بالله كوب مويه ضربوك. انا اشجع الشباب واخويا يشجعون الهلال. ايه الشوط الاول جلست مع جمهور الشباب. انتهى الشوط الاول زهقت يا اخي الحالي رحت عند اخوياي. النتيجه 0-0. حلوه الذبه دي 0-0 طلع عميق الذبه. يوم جيت مع جمهور الهلال مع اخوياي احنا في الواجهه في المدرج فوق المدرج. كم عدد الشباب يوم جيت؟ لا تتكلم يا انت. ليش زعلان على السيد؟ اسمع فسجل الشباب هدف ورجعت وصايحت كذا كلهم ساكتين. تخيل جمهور الهلال ساكت وانت مع جمهور الهلال يوم جيت وانا عندي شال اسود وابيض اصيح كذا والله العظيم ما كملت الا الكوب هنا كوب مليان ماء. لا اله الكوب هذا اللي تفتحه قاروره ولا كوب يا اخي كوب زي هذا حق المويه اي علبه مليانه مويه اي والله لين هنا قسم بالله. فطالع لي كلهم يطالعوا لي على اني ابغى اسوي مشكله مع اللي ضربني كالعاده اعتذر منه الحكم وش تقصد كالعاده يعتذر اشوفهم كلهم يطالعوا لي إيه؟ فدرى المفاسد ما عاد تكلم. المشكله ولا اهم من هذا كله ان هدف الشباب طلعت تسلل. والله العظيم سجله فيصل السلطان لاعب كان اسمه فيصل السلطان إيه؟ طلع تسلل وين وجع لا سلمت من الكوب ولا سلمت وين وقع المضاربه ولا ضربه وين ضربه رموني كوب من احدي باقي التركيز ما كان لك في التشجيع شجر الاتحاد.